التسوق هو شيء جدا مهم لكل امرأة، ودائما اكو صعوبات تصير حتى نروح للمول ونشتري، لكن بالوقت الحالي صار المول عندنا بالبيت عن طريق مواقع الالكترونية اللي بامكاننا انه نسوي بها شوبينج اونلاين من دون ما نتعب نفسنا. شنو تجربتك كانت ويا هاي المواقع وكيف استخدمتيها؟ هل واجهتي مشاكل من ناحية القياس، نوعية قماش الملابس وكل هاي الأمور، أو ممكن بعض المواقع تكون مواقع كاذبة وما توصلك السلعة؟ خلينا نتابع هذا الاستطلاع. تسوق عن طريق الانترنت من الوسائل الحديثة اللي احنا نعرفها صار لها كم سنة، طبعا نجحت نجاح كبير جدا، وبالتأكيد البيجات دي يشتغلون شغل حلو كثير عن طريق يعني الأعمال اللي دي يعرضوها، احنا دا نشوفها دا نستفاد هواية من هذا التسوق. أنا شخصيا كتجربة شخصية استفادت من التسوق عن طريق الانترنت، لربما تصير بعض الأخطاء أو أشياء بسيطة ممكن احنا تزعج بعض الزبائن، بس عموما الشغل حلو، ويعني وسائل التكنولوجيا تشتغل شغل كثير حلو، خصوصا احنا بالعراق نتطور اكثر ونستفاد من هذه الامور. فكره التسوق عبر الانترنت اوكي هي فكره جديده بالعراق وكلش ناجحه حسب ما شفتها، وتوصل القطعه نفس ما هي، بس انا افضل التسوق بالمولات على مود الشخص يعرف حجمه مقاسه، يجوز توصلك اصغر القطعه او اكبر، فبس فكره حلوه. التسوق عبر الانترنت يكون حلو، نستفاد من عند اللي ملتزم بدوام او التزامات عنده خاصه، او اللي عنده اطفال بالبيت ما يقدر يطلع اذا يكون الجو ما حلو او ازدحامات الطرق اللي ببغداد، فنقدر ناخذ القطع اللي نريدها ندور بها عبر الانترنت ونختارها، فحلو ان شغله نريدها توصل لنا للبيت زين، بس مرات تكون اخطاء لازم ندز القياسات بالمضبوط بالسنتيمتر اذا كان الطول او العرض، حتى يعني نتلافى هاي الاخطاء اللي صارت بال يعني ندزها عن يعني بادق التفاصيل، حتى يعني نشيل الريده، حتى نوعيه مرات اذا نريد مثلا فت قطعه قماش حتى نسال القماش شنو، حتى نتلافى هاي الشغلات اللي نريدها او اللي ما نريدها. التسوق الصراحه انا مجربه التسوق عبر الانترنت، جربت اكثر من مره من ناحيه اللبس او الميك اب او العدسات، جربت من ناحية اللبس انه وصلتني مو نفس الخامة نهائيا، يعني نهائيا مو نفس الخامة، وشون عباك اللايلون ومو تركي، يعني حيل تندمت بوقتها. اي بس مع ذلك وصلت هم مرة على عدسات، يعني طبعا طلعت مو نفس العدسة وطلع وتحرق العين ومو اصلية، يعني جدا تجربة فاشلة كانت. اي انا دائما افضل بالانترنت اتسوق، لان يعني شون تتعاجز طريق وهاي هيك الشيء، بس النوبات تصير خطا بسيط انه القطعه ما تجي نفسها، بس اكو محلات ثقه. طبعا انا اول ما جربت يعني دا احكي عن تجربتي الشخصيه، انا اشتريت عن طريق النت بس ما وصلني مثل ما ردت، يعني اختلاف كلش شاسع، بس هو طبعا بايجابيات اكيد الغير يفضلوا اذا كانوا اصحاب اعمال وما يقدرون يجون للمال حتى يتسوقون يقدرون يطلبون عن طريق النت، بس اذا الشخص اذا كان يعني فاضي وعنده مجال اوكي هو يجي بنفس المول يشوف الحاجه ياخذها اذا كانت تناسبه السايز اللون الشكل مالتها، لان مرات خامه القماش يعني اني انخدعت بخامه القماش يعني مالت القطعه اللي اشتريتها انه عنت شفتها شكل ولما وصلت لي شكل ثاني. طبعا فكره التسوق عبر النت انا اعتبرها فكره كلش ناجحه، يعني طبعا انا عن نفسي دائما اتسوق عبر الانترنت لأسباب انه هي تختصر عندي الوقت، وانا يعني مو من النوع اللي دائما نطلع فتقولين انه احنا ناخذ يعني نطلع دائما على مود على قياسي او شيء، بس انه اكو شغله مهمه انه هي تعتبر مجازفه، كلش مجازفه، لان احتمال مو نفس الخامه او مو نفس القماش او احتمال السايز يطلع يختلف، بس لحد انا يعني بضرب اي بوري من هاي الناحيه، يعني دائما تطلع البضاعه كلش حلوه لاخذها. وشغلة ثانية انه مشروع كلش حلو هذا، يعني دا الاحظ هسه اكثر البيجات عندهم توصيل ويوصلش بنفس اليوم، يعني فكرة كلش حلوة وناجحة. مثل ما شاهدنا الآراء كانت مختلفة ما بين تجارب ناجحة تجارب فاشلة وكيفية تعاملهم مع موضوع القياسات وأيضا نوعية القماش. راح نعطيك نصائح خصوصا للناس اللي عايشة بالعراق انه اختياراتهم جدا محدودة
بالتسوق عن طريق المواقع الإلكترونية. دائما تأكدي إنه هذا الموقع موثوق فيه عن طريق الكومنتس اللي دائما الناس تكتبها. حاولي إنه تحطين اسمه على الجوجل وسوي سيرش وشوفي هل فعلا هذا الموقع حقيقي أو لا. ثاني شيء، شوفي تعليقات الناس أو تعليقات بعض الزبائن اللي اشتروا منهم، القياس، نوعية القماش، وإذا كانت هذه البضاعة مخشوشة أو أصلية، وكل هاي الأمور حتى توصلين للموقع الصحيح اللي بإمكانك إنك تعتمدي. آخر نصيحة لكم لهذا اليوم هو نحاول نبتعد عن الشوبينج بكثرة عن طريق مواقع الإلكترونية، والسبب يعود أنه دائماً إحنا من نشوف الملابس، يعني ممكن القميص أشوفه بالصورة حلو لكن من أقدره يطلع ما مناسب القصة جسمي، فدائماً اعتمدي شراء البضائع من المحلات اللي موجودة بالسوق، وإذا كان المحل يعرض بضاعته نفسها وأنت متأكدة على بعض المواقع الإلكترونية أيضاً بإمكانك أنه تشتريها وتستمتعين بالشوبينج.